الادوار الوصول وهذه البدايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم نادي الكويت طريقه 4-2 في هجوم نادي واول تصويبه وهدف اول تصويبه هذا فرانكي يا سلام يا فرانكيس الى سميدو. يعني الكويت اليوم ايضا رشيدي يلعب بتشكيله ان سميدو مو لاعب لاعبين قياده اليوم. شوف الجزيري فيها دقيقتين هذا ثاني دقيقتين هاي الدقيقتين اللي طلع مسك. شوف دائما احنا نتكلم صراحه احنا نتكلم عن اليد خلاص من غير حارس مرمى ويا سلام يا سلام هدف حقق البطوله الاخيره وهذا فرانك يا سلام. شوف المزاج عند فرانكيس شوف المزاج ما شاء الله لاعب متكامل. لا اله الا الله ما شاء الله عليك يا فرانكيس لاعب متكامل. تبادل مراكز هل دخول يا سلام برافو الحلو نقول حلو الحكام شوفني شوف على طول ما تعب الحكم ما تعبوا خلاص بسرعه ما قعدوا حتى نص دقيقه ما قعدوا 10 ثواني اسيا لكن خلينا نشوف هذه الكره يا سلام يا الفرحان خلاص برافو كره اليد العراقي وهذا هدف الخبره المسوي منتخب هجوم الاهلي هجوم يا سلام حارس مرمى منتخب مصطفى ابي شوفني اسير يا سلام يا يعقوب اسير متواجدين لهذه البطوله وني هدف يا سلام حلوة احمد مكي هو من افضل الحراس نعم وهذا عيدها لنا شوف صاروخ شوف صاروخ من العدواني صاروخ يطلق فريق الكرخ سيف في دقيقتين لا هاي فيها دقيقتين اتوقع فيها دقيقتين نعم لاحظني نعم اني التأكيد على طول ما نطول جازة اللقطة شوف وين هذا الخطير وين التصويب ومحظوظ فيها وردت مرة ثانية يا سلام يا الفرحان يا سلام راح يصوب يا سلام على الخداع برافو لهذا صالح براعة حارس المرمى زين عابدين وللتصويب يا سلام ما فيها شيء باقي وردت ويعقوب يا يعقوب الخبره يا يعقوب اسيري مثل ما قلت لك هذا يعني شوف فرانكيز قطعت من الكره لكن رجع قلت لك بالبداية هني الخطورة أنا قايل صوب حسن الجهة يا سلام تفنن ويا سلام وهذا حمودي ها لكن شوف التمريرة من فرانكي يا سلام يا فرانكي شوف سحب بهدوء بسلاسة سحب للاعبين وقال حق هرنانديز تفضل روح سجل وسجل في خطأ والفاست بريك يلا المسوي عوض السبع امتار ابراهيم مكي حارس المنتخب حارس مرمى المنتخب العراقي ايضا هذا الحارس من افضل الحراس في منتخب العراق ماجد شعلان ابراهيم فاست بريك عودة سريعة وهدف الوصول ثوان السالمية وهذا حمودي هذا عش الكويت 10 وهذا اللاعب اللي انا اتكلم شوف هذا اللاعب في المصري اوه صالح اخر والتصويب وهدف لاعب دائرة مميز سامح الحاج هني اختراق اوه هالمرة لا هالمرة يا احمد يا مكي خطأ هذاها فرانكيس وين يا فرانكيس سلام يا سلام برافو باقها من هرنانديز عيدة يا يعقوب
خطوات يا سيف كان يعني المرمى فاضي. حمودي شوف ارتقاء عالي وعلى طول يعود هذا اللاعب وني سيف. يا سلام سرعة يا سلام. كان الكويت نزل إلى فرق هدف أيضا بعد ما فريق الكرخ العراقي عط المسوي خلصها لك. عط صالح المسوي. نعم وقت مستقطع لاحظ وقت مستقطع كان في وقته تمرير الكرة. برافو حمودي شوف لكن صاحيلك صفر. يعني توصيل الكرة سريع في مساحة في فرانكيس على الراحة قاعد يلعب. طلعون الثينة حق هرنانديز وفرانكيس راح يفتحون مساحة كبيرة على سانتر. ثاني كرة المرمى فاضي خلاص فرانكيس. برافو يا سلام على دفاع نادي الكويت. عبد حسن شوفه سهلة هي سهلة لكن تطبيقها برافو دز وسيف. يا سلام عيدها لي عيد خلاص غني. تفوق نادي الكويت ان شاء الله نتمنى الاستمرار. التبديل في حراسة مرمى شوف وين راح بروح. يا سلام يعني ذكرت يا صبر وني فرانكيس من وين لك هذا التصويب. شوف ما شافه. لاحظ هني الخطه طريقه برافو هو يصوب عبد الرحيم دائما خل الفارق يفتح اكثر. وهني سيف يا سلام متعني الزعيم كرة اليد الكويتية بإنجازاته. وهني يعود يجل شوف يعني الكويت والعدواني سيف وخلى بالهجوم. شوف بكل ثقة عند العد إلى الجناح. نعم شوف المهارة عيدة هرنانديز وخذ أفضل لاعب لكن اليوم سيف هذا هرنانديز ما فيها شيء. من مباراة شوف هني عاد صايدة من فوق في خطأ لكن غير مقصود. أنا متأكد يا مخرجنا أنت عطيتهم لقطة واحدة ما لداعي لقطتين لقطة واحدة والسلام عليكم. التصويب راح يكون أنا اللي قلت سيف منافس كأفضل لاعب في هذا اللقاء. نعم لكن هذا أيضا هذا المصري الفريق إلى مشاري الضغط إلى غصاب. نعم هرنانديز وصل يقول لك عطني إياها. يقول لك العدواني شوف سيف يقول لك عطني إياها أنا ألسعها بيتك حفظ لكن أخذها يا هوائي. الله عليك يا حمود الله عليك يا بدر الدين لكن حارس مرمى برافو لحارس مرمى الفرحان حافظه وهني هرنانديز برافو هرنانديز البرتغالي شوف هرنانديز هذا اللاعب برافو يا هرنانديز. شوف هني الفاست بريك شوف هوائية لكن صاحي للفرح. شوف اللقطات الجميلة لكن الفرحان هذا الخطير لكن يا سلام يا شباب من هذا اللاعب ابراهيم عباس طه مشعل عباس طه. شوف هم الاثنين متخصصين مشعل ومحمد عامر دفاع والبلو. يا سلام عليك يا الفرحة كبيرة وسام الجزيري قادم المنتخب التونسي أسامة وهني أيضا يقودنا 0-0 العب 0 لك وصفر لهم لازم يصوب يا السلام خلا يا يعقوب يا سيري قتالية مميزة من لاعبين نادي ونادي القدس. شوف القتالية من عبدالله الخميس ويعقوب
برافو يا عبد الخميس، برافو يا عبد الخميس. طريقة برافو يا محمد يا عامر، برافو يا محمد يا عامر. والفرحان الفرحان 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 يا أحمد، برافو برافو يا أحمد يا الفرحان. الإصابة شوف هني الفرحان بهدوء 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 بهدوء. محمد عامر بمكارك، ها شوف والله يقدرون، والله يقدرون. هذا محمد عامر، شوف هني شوف هني، لسعله وحده لسعله وحده. محمد عامر، محمد يلا يا محمد، يلا يا محمد، يلا يا محمد، خذ وقتك خذ وقتك. شوف انا مصمم وراح اكرر، ولازم توصل لك الرساله يا محمد يا عامر، لازم تاخذ راحتك فوق وتشوف المرمى وتصوب. شوف انت صوبته بنفس الزاويه، لاحظ لاحظ انت صوبته بنفس الاهداف من غير حارس مرمى يلعب. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا الفرحان، راح تدش انت المنافسه يا فرحان، دخلتك انا المنافسه يا فرحان. احمد الفرحان دخلتك انا المنافسه يا احمد يا الفرحان، دخلتك بالمنافسه كافضل لاعب في هذا اللقاء ايضا الفرحان. يعني نقول عن الحلو نقول عنه حلو، والفن نقول انه فن، والتصويب نقول شوف لانك تاخرت عيدها، شوف لانك وقفت شويه، شفت الحارس وين راح، شوف 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 طالع. بس هذه التاخيره راح تسجل كل الاهداف. نعم يا شوف طبقوها يا حمودي، هوائيه يا سلام، والله حلو والله انها لعبه جلس الخط، لا بس الخط وسريع وهدف هدف هدف هدف. نعم نعم 33 خلاص 33 28 نقول مبروك لنادي الكويت. الكويت خلاص الكويت راح يكون في الاول ان شاء الله. و اللاعب 97 ابراهيم حسن، نعم سيف العدواني، سيف يا سيف سيف يستحق، سيف العدواني. شكرا لاختيار هذا اللاعب. اعزائي المشاهدين خلوني انتقل الى استديو تحليلي مع الكاميرا.